You are watching UNICEF television. زعما المدير الله يعمر هذا المدرسة الله يعمر هذا الاستاذ الله يعمر هذا على حساب الطريق هو الطريق على حساب المنزل ديالها على حساب التواليت على حساب هو الجوج تاني كنخرج انا مع واحد ونص كنوصل تما جوج وقسمين الى رجع الثاني كنرجع مع جوج ونص ثلاثه الا ربع يواجه الأطفال في وضعية إعاقة صعوبات كبيرة ومتعددة في الولوج إلى المدرسة ترتبط أساساً بمحدودية مقاعد الاستقبال في المراكز المتخصصة وأقسام الدمج المدرسي والأقسام العادية فضلاً عن الصعوبات الإدارية المرتبطة بقبول تسجيلهم وغياب الشروط المادية لتسهيل هذا الولوج إضافة إلى التمثلات حيال حق هذه الفئة في التربية دونك في اطار التعاون مع منظمه اليونيسيف ومع اعاقه دوليه سي هانديكاب انترناسيونال دونك تم اولا في البدايه تمت العمليه في ثلاث مراحل المرحله الاولى وهي تشخيص الوضعيه وضعيه الاطفال في وضعيه اعاقه على صعيد جهه سوس ما الصدرع دونك كان هذا هو الاول بعد ذلك تمت بلوره خطه جهويه اللي اولا التغلب على هذه المعيقات وكذلك تثمين المكتسبات الجهويه بحيث ان مجموعه من المؤسسات التعليميه تشتغل على هذا النوع من التعليم وهي متقدمه جدا في مناهجها وفي منهجيتها. الخطه الثالثه وهو اشراك مجموعه من المتعاونين الفاعلين التربويين لانجاز المشروع الفردي للتلميذ مع قطاعات اخرى كوزاره الصحه ومجموعه المتخصصين ديال وزاره الصحه وكذلك انا تمت بلورات هذه الخطه واعتمدت على التحسيس وعلى التعبئه لمجموعه من الاباء والامهات لمعرفة أن حق التعليم لأبنائهن وبناتهن هو حق مشروع وحق يجب أن
يستفيد منه هذا التلميذ والتلميذة. أهمية التواصل بالنسبة للأسر لمعرفة الحقوق ديال الأطفال ديالهم والحق ديال هؤلاء الأطفال في التمدرس وفي التربية. المستوى الثاني يتعلق بالتواصل مع الأساتذة والأطر الإدارية والتربوية والأطر الطبية المشتركة بجميع هؤلاء الأطفال اللي هم خارج المدرسة وفي وضعية إعاقة يرجعوا لنا المدرسة ونضمنوا الحق ديالهم الجماعي في التربية وفي التعليم. الولوج المادي، الولوجيات، توفر الولوجيات، ولكن الملوج في على مستوى التسجيل لأن هناك معيقات حول التسجيل. ثم من ضمن المحددات الأخرى أو المعيقات كاين ما يتعلق بالممارسات التربوية والبيداغوجية لفائدة هؤلاء الأطفال. كاين معيق أكبر هو معيق المرتبط بالتصور، التصور حول كيفية إدماج هذه الأطفال داخل المنظومة. فكانت الاستراتيجيات السابقة تعتمد مبادئ ديال جعل هذه الأطفال في مدارس خاصة، ولكن تبين بأن هذه المقاربة غير ذات جدوى على اعتبار أن الهدف هو إدماجهم في المجتمع، والإدماج في المجتمع يقتضي أولا إدماج هذه الفئة في المدرسة. إذن هذه أهم المعيقات بالنسبة للتشخيص. انخرطت مدرسة النهضة في هذا المشروع الذي انطلق بداية عام 2013 بدعم من منظمتي اليونيسيف وإعاقة دولية من أجل إرساء تربية دامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة ضمن 18 مؤسسة تجريب بجهة سوسمان صدرعة، والتي ساهمت في تجميع المعطيات وتحديد المعيقات وكذا حصر فرص العمل من أجل تحقيق تعليم ذي جودة للجميع. بالنسبة لتجربة نيابة زكانيت ملول في أكاديمية جهة سوسمان صدرعة، عندنا واحد تجربة متواضعة ولكن تنعتقد بأنها كتمشي في الاتجاه ديال التربية يعني الدامجة. الان حتى الا شفنا يعني الاحصائيات بان تندمجوا واحد اعداد مهمه ديال التلاميذ اللي هما في وضعيه الاعاقه في الاقسام يعني العاديه، كذلك تندمجوا كل ما يهم هاد الاطفال في المشاريع ديال المؤسسات في لي بروجي دي زيتابليسمون. ثانيا هذا العمل هذا اللي شجعنا هو اننا استطعنا اننا نعبئوا جميع مكونات المجتمع، سواء كانت مؤسسات ديال الدولة، كانت مؤسسات منتخبة، كان مجتمع يعني مدني والأسر. يعد تمدرس هؤلاء الأطفال سواء بأقسام الدمج المدرسي أو في الأقسام العادية رهانا أساسيا، وقد بيّنت دراسة تشخيص للمشروع أنجزت بهذه الجهة أن الأطفال في وضعية إعاقة يسايرون بشكل ناجح دراستهم بالأقسام العادية، 88% منهم نجحوا في تعلم الكتابة والقراءة، و 80% نجحوا في تعلم معارف جديدة، بينما في أقسام الدمج المدرسي 55% استطاعوا مواكبة التعلمات، فيما تواجه 45% الباقية صعوبات في تعلم الكتابة والقراءة. إكرام تسجيلات في سنة 2013-2014 كانت في القسم ذوي الحاجات الخاصة، ثم كانت تشارك التلامذ ديال ذوي الحاجات الخاصة مجموعة من الأنشطة، وسجلناها إدماج، درناها في إدماج جزئي في القسم الأول. إدماج جزئي، وخلال هذه السنة دمجناها دمجا كليا، درنا ما يسمى بالانكلوزيف. ثم من بعد الأشهر الأولى لقيناها بأنها تتابع ودمجناها في السنة الثانية. بالنسبة للإكرام ملي جات أول مرة كانوا الدراري يعني كيشوفوا فيها وكيتعجبوا منها وكذا، ولكن بعد أسبوعين ولات اندمجت مع الدراري، اندمجت مع الدراري ودرتها في القدام البلاصه ديالها هي هذه. في الحقيقه يعني في البدايه في الاول يعني كنا كنتخوفوا، عرفتوا ما عرفنا كيفاش نديروا معاهم، ولكن ملي خدينا التكوينات ودرزنا التكوينات استفدنا الحمد لله، وعرفنا دروك كيفاش نتعاملوا مع هذا، مع هذه الفئه من الاطفال، هذ الاطفال اللي هم في حاله اعاقه، عرفنا دروك كيفاش نتعاملوا معاهم.
التربية الدامجة مقاربة تعتبر التنوع كمكون أساسي لسيرورة التعلم تتوخى التنمية البشرية. المشروع التربوي الفردي عدة تربوية لبناء تعلمات الأطفال في وضعية إعاقة، وهي أداة تساعد الأساتذة على ملائمة المقاربات البيداغوجية وطرق التدريس لتتبع التحصيل الدراسي لهؤلاء الأطفال. المشروع التربوي الفردي يتيح لكل المتدخلين من أطر وزارة الصحة والمساعدين الاجتماعيين والفاعلين المدنيين مشاركتهم الداعمة لهذه العملية. بالنسبة للمشروع الفردي التربوي يجب الانطلاق من تشخيص لا يكون فقط عنده طابع بيداغوجي تربوي بقدر ما يكون عنده طابع طبي وشبه طبي، إضافة إلى ما هو تربوي، لكي يلتقي هذا التشخيص ليعطي كل حالة من الحالات الأطفالنا في وضعية إعاقة أن يعطيهم كلهم مشروع تربوي شخصي ينطبق ويتوافق مع خصوصيات الإعاقة التي تسجلت عندهم. يعني هاد الحاجة اللي محتاجين لها هاد الأطفال اللي هم ذوي احتياجات خاصة بالدرجة الأولى هي التشخيص المبكر، لأنه غادي يخلينا نقتصد واحد الوقت كبير واحد الجهد كبير على الآباء اللي هما يعني كيعيشوا واحد المحنة، يعرفوا شنو عند الطفل ديالهم باش يقدروا يدمجوه في أكبر وقت ممكن بأقل جهد وبأقل الإمكانيات اللي هي مادية في التمدرس وفي الحياة بشكل، لأن ملي كنهضروا على الإدماج في المدرسة فهو إدماج للحياة وإدماج في المجتمع بشكل عام. بالنسبة لإكرام كنا استقبلناها باش نديرو لها الإيفالياسيون، دونك باش نحاولو نشوفو فين كاين المشكل عندها من الجانب النفسي الحركي. استقبلناها هي والوالدين ديالها باش نحاولو نخدمو مجموعين على الحالة ديال إكرام باش نسهلو عليها المأمورية في الولوج للمدرسة وفي التعلمات ديالها. واللي اتفقنا عليه هو باش مرة غادي نحاولوا نعاودوا نشوفوا إكرام باش نشوفوا فين وصلت وفين مازال كاين عندها الخلل وشنو اللي تخدم معها من الجانب اللي هو نفسي الحركي. دونك الدور ديالنا كأخصائي دوري بلوتو كأخصائيات تقويم النطق في مع الآباء ديال الطفل في وضعية الإعاقة هو دونك المرافقة ديالهم في هذه الرحله الا قدرنا نقولوا ديال الطفل ديالهم في وضعيه اعاقه، باسكو ماشي سهل اننا نتلقاو خبر اننا عندنا طفل غيكون مختلف، سي ان انفون كي ديفيرون، دونك غادي يكون سورتو ان رول داكومبانيمون مرافقه ان رول دو سنسيبيليزاسيون او لا تحسيس، غادي نرافقوهم باش يتعرفوا على الطفل ديالهم، غنجاوبوا على الاسئله ديالهم اللي واش غادي يتكلم واش غادي يتمشى واش غادي يقدر يكون مستقل بذاته، دونك سي بلوتو ان رول دو سوتيان او لا واحد الدور يعني المعنويات ديالهم تترفع وكنحاولوا نرافقوهم في التعرف على الامكانيات ديال الطفل ديالهم. بالنسبة للمملكة المغربية في حق أنه ساهمت في مجموعة من العمليات، كذلك كالمصادقة على اتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، الاتفاقيات المتعلقة بإعاقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كذلك أنه أصدرت مجموعة من المراسيم والقوانين لهذه العملية، اعتماد كذلك وزارة التربية الوطنية اعتمدت مجموعة من الأقسام المدمجة منذ مدة للتغلب على هذه العملية وإدماج التلميذ في مساره التربوي، تقوية كذلك العمل مع مجموعة من الجمعيات وتشجيعهم للعمل في هذا الميدان لإخراج هذا التلاميذ وهذه التلميذات إلى المطالبة بحقهم كذلك في التعلم. كذلك لا ننسى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لصاحب الجلالة كذلك أكدت على محاربة هذا التهميش ومحاربة مجموعة من العمليات على تقليص الفوارق الاجتماعية.
انا اسمي مريم بيكوك، سنة الاولى للسعادة التقني العالي، شعبة تدبير مقاولات متوسطة وصغرى، حصل على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم الاقتصادية بمعدل لا بأس به. أكيد أن كل واحد فينا عنده صعوبة، ولكن إعاقة أكثر صعوبة، لكن إنسان قوي عليه أن يواجهها من أجل الحصول على ما يريد. وهنا أوجه رسالتي إلى كل أب وكل كل أشخاص في ذوي الإعاقة أن هناك ليس هناك مستحيل أبدا، ليس هناك مستحيل، فعلى الإنسان أن يحاول ويطمئن مجهوداته في مواجهتها. فأكيد أن الحمد لله مطربية في أسرة متواضعة مثقفة، وهذا أني حظ في ذلك، فلم أجد مشكل في وسط عائلي، بل وجدته عندما خرجت إلى العالم الخارجي منذ مستوى الابتدائي. فهناك الأشخاص يطرحون أسئلة بدون، ولكن ليس هناك جواب أبدا. حقوق الطفل، حقوق الطفل المعاق يجب توفيرها مهما كلف الأمر. احترام للاختلاف، هذا الاختلاف ديال الطفل المعاق هي الوسيلة الأولى لضمان حقوقه في الولوج إلى المدرسة. الطفل المعاق عنده الحق في العيش الكريم، عنده الحق في الولوج للصحة، عنده الحق في الولوج إلى اللعب، عنده الحق في التمتع بالطفولة دياله. ولكي يتمكن من التمتع بالطفولة دياله يجب خلق جميع الوسائل والطرق على المستوى المؤسساتي، المستوى الجمعوي، على المستوى كأفراد في المجتمع، المحيط العائلي، المحيط العام، لكي يتم الولوج دياله إلى المدرسة.